شهدت الزراعة في محافظة ديالى تراجعاً كبيراً بسبب السياسات الحكومية الخاطئة في إدارة هذا القطاع وغياب دعم ومساندة الفلاحين. ديالى مشترى بالحمضيات مالتها، هسه مو مثل قبل، ماكو بساتين هالقد ما بقى، والمي يأثر التأثير، المي ماكو مي مثل قبل، أنتم تعرفون المي كان قبل زين، هسه ماكو، ودعم ماكو من الحكومة للفلاحين والبساعب والبساتين على مود هذا صار شنو قليل، هسه المستورد هوايه بالسوق. هسه ماكو زراعه. قبل الزراعه من لها دور دعم للفلاح، دمن، اسمده، هسه من 2003 لحد الان كل شيء ماكو. لا بير، لا كيماوي، لا سماد، كل شيء ما يوزعون. واحنا معفنا الزراعه وجينا على المدينه، هذه دور شغل، هذا دور عماله، الحارس. أول المتضررين من تدهور الواقع الزراعي هم المزارعون الذين حول بعضهم مساحات واسعة من أراضيهم الزراعية إلى مشاريع استثمارية مختلفة أو قاموا ببيعها وهجرة الزراعة. قسم العزم عافت الفلاحة، خلتها شكل يعني رأس حاجة، إما تزرعها حنطة أو شعير، وبالنتيجة يعني ما تبيعها هيك، الحنطة تبيعها ويعني شغلة وقتية، ما تقدر لا تقدر تبيع القاع مالتها، ولا قسم من الأراضي سووها بيوت، ما تجاوب قسم البساتين انجرفت وصارت بيوت. أسباب أخرى أدت إلى تدهور الزراعة منها الاعتماد على المستورد من المحاصيل الزراعية، إذ باتت معظم الخضروات والفاكهة التي تملأ الأسواق قادمة من دول أخرى على رأسها إيران.